صباح الخير، مع مشتريات من السوق راح استعرضها معكم الحين ان شاء الله. اولا كيف الحال؟ شو اخباركم يا اهلا متابعيني؟ مشكورين على تفاعلكم في الكومنتات المقاطع اللي راحت. رحت انا سويت جولة اليوم الجمعة، راح استعرض لكم المشتريات. شريت اشياء بسيطة بس عليها مدح، مثل هذه الفرشة يمدحونها، خذيتها ان شاء الله تكون على قد المدح. هذا القلم خذيته بنتي الصغيرة، هذه نوتة. بقول لكم الصدق، الروح اكثرها صراحة البنت الصغيرة، اخذت اشياء. هذه نوتة لها، وهذه ربطة الشعر طايحة ذي الايام، تحب ربطات الشعر اللي تحطها عشان تسوي عناية ببشرتها وتشتري أقنعة. وهذه الأقنعة خذينا الواحد بثمانية ريال، هذا من نكهة الرمان، هذا الجوز الهند، هذه بعشرة ريال. هذا بالورد، هذه أداة تنظيف بعشرة. شوفوا من السوق صراحة أشياء تذكركم بالأشياء اللي عند شي إن فناتك كذا، والأشياء الغريبة. حتى هذه كنت أشوفها دائما في شي إن، شفاطات الحديد ألمنيوم، لقيتها عندهم بعشرة، ثلاثة بعشرة معها فرشتها. خذيت هذا كحل محدد حواجب، من جهة يرسم من جهة فرشة، مرة حلو. ثلاث أجزاء، جهة يرسم وجهة كذا وجهة فرشة تمشط. هذا الكحل فظيع، جربت عنده ب22، عريض ودقيق، كحل سايل. هذا ترى كحل قلم ب22 برضو. خذيت جل الصبار، معروف حلو في الخلطات، للشعر للوجه، خذت منه ال1 و15. نرجع للأقنعة، برضو قناع رمان وقناع بطيخ. خذيت أمواس للوجه والحواجب، دقيقة مرة عجبتني إنها دقيقة وصغيرة، هم حاطين عليها إنها الحواجب. طبعا أنا ما أشيل حواجبي بالموس، لا بس للوجه، حلوة للوجه مرة. هذه بعشرة للي تتعلق التعليق اللي ورا الجوال. هذه كريم ترطيب الشفايف بعشرة. هذا سفنج، حلوة فكرته، قطع كثيرة سفنج تنظيف الوجه، حلوة يعني توني انتبه لها، ان سفنج تنظيف الوجه مكتوب عليه بعشرة. طبعا بنتي اللي ما اخذته بس عجبني الحين. هذه ربطات للشعر، في الجولة صورتها لكم، كان في لونين محتارة بينهم، خذيت الوردي. هذه مانيكير من السوق معروفة، الكل اللي يروح ياخذها، اللي تنشال بدون مانيكير. خذيت بالجلتر لمعة، خذيت وردي. تقريبا ترى الوانهم محدودة، يعني دائما اذا رحت تلقون عندهم نفس الالوان، ووردي هذا البينك، وجلتر بلون بينك. وانا حاطه من في قلوب، في حركات، اللي اسوي لكم فوكس. واخر شيء هذه عطرين، عشان شرينا اكثر من، اللي يشتري اكثر من 100 ريال يعطينا هديه عطر، احنا شرينا اكثر من 200 عطونا عطرين هديتين بس. والله طبعا ما بشوف، بفكهم واشوف ريحتهم، ما شفتها، انا اجربها معكم. أنيق شكل العطر، هذا واحد، ريحته تهبل، مرة بارد، العطور الفرنسية الباردة مرة ياخذ العقل. نجرب الثاني، هذا الثاني، برضو حلو الثاني، بس عجبني الأول أكثر، مرة روايحهم باردة
صباحية وبناتية اللي يحبون ريحة ثقيلة العود والأشياء المركزة. لا هو شكله مهو بارفيوم اللي ريحته مركزة، لا شكله جالسة أدور الاسم أقرأ عليه. البارفيوم يكون مركز، أما ماء العطر ما يكون مركز، هذا أتوقع ماء عطر. وبس والله كذا انتهت مشترياتي. ما أدري اليوم وش أقدم لكم في الفلوج، فقط المشتريات أو أحاول أقدم لكم روتين، لأن عندي روتين عناية تنظيف بشرة. قد مدحت لكم الطينة المغربية والسكراب المغربي، قلت راح أعطيكم ريفيو عنها، ممكن اليوم أسويه ويمكن أنزله بكرة. خليكم معي نشوف وش عندنا، عاد بختم الفيديو ولا بكمل. برضو هذه نسيت أصورها لكم من مينيسو ب10 ريال، تدليك فروة الرأس، مرة مريحة، مرة تسوي ريلاكس، اللي بيجربها راح يدمنها، مرة حلوة متوفرة بعد بشيئين. بس لما جيت عند مينيسو خذيت فيه اللون الوردي هذا البينك ولون تفاحي أخضر. صابون للغسالة يوخر زفرة أفضل من الأقراص. فيري مليحونة ما جربتها الآن، جربت جميع الأنواع سبع فنش وبريل بريل، فيري ما جربتها للآن، أنا المدح متحمسة أجربه. هذا بطل يوخر زفرة والكخامة من المواعين، طريحتها ليمون، نظافة، انتعاش، تلمع. اتقه فأولئك هم الفائزون. في قضايا مختلفة عديدة يستضيء المرء بنورها ويسترشد بهديها. عباد فلا يطغى جانب على جانب. فلما زار سلمان إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. سلمان فأقره وصدقه في حصل من التقصير والتفريط بسبب مخالفة. وكذا أكون شاركتكم بعض من يومياتي اليوم الجمعة وبعض روتيني. أتمنى ما تنسون من اللايك والسبسكرايب ومشاركة صديق وتفعيل زر الجرس. أشوفكم بروتينات ثانية اليوم الجمعة. مع السلامة.
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وجعل التقوى هي ميزان التفاضل، فقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم